السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا. نناقش اليوم آخر تطورات المعارك التي تدور في جبهات مقاطعة دونيسك، هذه الجبهة التي تشهد معارك عنيفة جدا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أنباء تقول أن القوات الروسية تهدد طريق إمداد استراتيجي مهم جدا للقوات الأوكرانية في وسط مقاطعة دونيسك. ما هو هذا الطريق وما هي أهميته؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. جبهة دونيسك، هناك معارك رئيسية دارت في هذه الجبهة، أهمها معركة السيطرة على مدينة باخموت، وهي المدينة التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال العام الماضي. ومع بداية هذا العام أيضا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على مدينة أفيديفكا، وهي مدينة كبرى ومهمة جدا. بعد ذلك بدأت القوات الروسية تتمدد شمال أفيديفكا من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي في وسط مقاطعة دونيسك. بعد باخموت القوات الروسية تسيطر على أفيديفكا وتتقدم شمالا نحو مدينة مهمة جدا ألا وهي مدينة أوتشيرتينا، وسيطرت عليها خلال الأسبوع الماضي. وهناك معارك تدور حول هذه المدينة تحاول من خلالها القوات الروسية أن توسع سيطرتها في وسط مقاطعة دونيسك، ووصلت إلى مناطق جديدة في هذه الجبهة. تمكنت من الوصول إلى قرية باسم نوفو ألكسندرانيفكا، وهي مهمة جدا تؤدي إلى الطريق الاستراتيجي في وسط مقاطعة دونيسك، وأيضا بدأت تهدد أرخانجليسكا، وتقريبا الآن بدأت تطوقها من عدة اتجاهات. إذن معارك في غرب باخموت ومعارك أخرى إلى الشمال من أفيديفكا، وغاية القوات الروسية هي الوصول إلى الطريق الاستراتيجي H-32، وهو طريق مهم جدا في وسط مقاطعة دونيسك يؤدي إلى مدينة كوستانتينيفكا وتشاسيفيار وباخموت، والمعارك الآن تدور بالقرب من تشاسيفيار. غاية القوات الروسية السيطرة على هذا الطريق من أجل قطع الإمدادات عن جبهة باخموت وتشاسيفيار وكذلك كوستانتينيفكا. المعارك الآن تدور إلى الشمال من أوتشيرتينا، وتقترب الآن القوات الروسية من طريق H-32 من أجل أن تقطع طريق الإمداد عن جبهة باخموت وتشاسيفيار. وفيما لو تمكنت القوات الروسية من قطع هذا الطريق، فإن القوات الأوكرانية المتواجدة في جبهة غرب باخموت سوف تهدد بالحصار والتطويق وكذلك قطع الإمدادات عنها، وهذا ما سيسهل عملية الهجوم في المناطق الغربية من باخموت من أجل السيطرة على تشاسيفيار، وبعد ذلك تهديد مدينة كوستانتينيفكا. وهذا كله يؤدي إلى غاية القوات الروسية من أجل السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيسك والوصول إلى الحدود الإدارية التي لم يتبقى لها سوى 25 كيلومتر مع كل من مقاطعتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك. وبذلك تتمكن القوات الروسية من السيطرة الكاملة على أقليم الدونباس بسيطرتها على مقاطعة دونيسك. إذن هذه آخر تطورات المعارك التي تدور في جبهة مقاطعة دونيسك ضمن الحرب الروسية الأوكرانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.